أسعدتم صباحا وأهلا بكم. جميل السيد جسم لبيس لاتهامات من حجم اغتيال الرئيس رفيق الحريري، فهل تتلبسه اليوم تهمة مرافقة ميشيل سماحة في السيارة الملعونة والملغومة؟ المصادر الأمنية غير الحليفة للسيد سربت خبرا يؤكد أن المدير العام السابق للأمن العام هو الشخصية التي ثبت وجودها في السيارة التي نقلت المتفجرات بناء على أدلة علمية. أحيل الملف على القاضي صقر صقر لإبداء الرأي على أن تنضم أوراقه اليوم إلى التحقيق العسكري. في تعليقه الأول على هذا الاتهام دعا السيد فرع المعلومات إلى عدم التسلية في قضية ميشيل سماحة إذا كانت جادة، وفي مقابلة مع قناة الجديد قال السيد إن هناك تجارة سياسية وتسريبات تنم عن انحراف وجهل الأجهزة، وإذا رأى أن الملف فارغ فيه تخبيص واستدراج رفض تسليم العميد وسام الحسن جوابا عما إذا كان داخل السيارة أم لا، مؤكدا أن هذا الأمر يدلي به أمام القاضي. وطمأن إلى أن الحسن وريفي سيحاكمان قريبا، معترفا بأن سماحة ارتكب خطأ في نقل المتفجرات ولكن عبر الاستدراج. وما خلا هذا الملف المستجد فإن الوئام كان ينتشر بين القيادات السياسية، فيما رئيس الحكومة ينشر تصريحات على مد العين الإعلامية والنظر مؤكدا فيها أنه بسبع أرواح لا يستقيل وأن حكومته باقية حتى الانتخابات. في المعطى السوري تطور روسي يكشف عن موافقة الرئيس السوري على التنحي إذا ما اختار السوريون زعيما آخر، وكشف نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف عن مقترح لحل الأزمة السورية من خلال مؤتمر يجمع كل الأطراف ومختلف الطوائف على غرار اتفاق الطائف اللبناني. وسط هذه التطورات ظهر العميد المنشق مناف طلاس على محطة تلفزيونية فرنسية ليعلن أن الاستخبارات الفرنسية أمنت خروجه من سوريا. وعلى الأزمة ذاتها تلتئم رباعية القاهرة المؤلفة من إيران وتركيا ومصر والسعودية مطلع الأسبوع المقبل مسبوقة باجتماع ثلاثي يضم إلى نبيل العربي الأخضر الإبراهيمي ورئيس وزراء قطر حماد بن جاسم. إذن في مقابلة خاصة مع الجديد اتهم اللواء جميل السيد اللواء أشرف ريفي والعميد وسام الحسن بالتجارة السياسية والتسريب، مضيفا أنه تم استدراج ميشيل سماحة لإدخال متفجرات وأن تهريب الشاهد جرى لمنع المواجهة. الوزير سماحة أوقف بتسعة آب الماضي، يعني لليوم ضمنا بيكون صار له شهر. لحد هلأ وسام الحسن وأشرف ريفي عملوا بهذا الموضوع أربع تسريبات بمختلف وسائل الإعلام تتعلق بوجودي أو عدم وجودي بالسيارة تبع ميشيل سماحة. اليوم أنا عم جاوبك من البيت والشهر هيدا ما تركت، يعني قاعد بالبيت وبالتالي ناطرهم. اليوم أنا من أول تسريب تاني تسريب عملت بيان بوسائل الإعلام قلت فيه يا وسام الحسن وأشرف ريفي بدل ما تروحوا عندكم بيضات أقوا فيها بكل وسائل الإعلام على يمين وشمال، طالما بعتوا الملف عند قاضي التحقيق روحوا بيضوا هالبيضة عندهم. اليوم عم بفهم من التسريبات وعم بفهم من سؤالك انه وسام الحسن واشرف ريفي قرروا انه باضوا البيضة عند قاضي التحقيق اللي حسب الاصول بتفرضها هيك. بصرف النظر عن انه اثنينهم بيعرفوا انه هيدي البيضة فاسدة، وبصرف النظر انه قاضي التحقيق بيعرف من ملفه انه هيدي البيضة فاسدة، طالما الموضوع صار بهالاطار هيدا بطل في مشكل، يعني أنا ماني شايف وين المشكل طالما نقلوا من أربع مرات تسريب وبعدنا ناطرينهم وقاعدينهم. النقطة وين بالنقطة اللي بتلفت لي نظري بهالموضوع؟ إنه أوكي فهمنا إنه ميشيل سماحة أوقف بجريمة إدخال متفجرات على لبنان. أخذوا منه اعترافات وعمل موقف عند قاضي التحقيق أكد فيه بعض الأمور ونفى بعض الأمور. هو استدرج بواسطتهم، بواسطة المخبر ميلاد الكفوري، والخطة وضعت من وسام الحسن وأشرف ريفي وفريقهم السياسي. ما حدا عم بيقول إذا أخطأ أو ما أخطأ ميشيل سماحة، إذا كان عمل الشيء واعترف فيه بيتحمل مسؤوليته. لكن التجارة السياسية بهيدا الملف، التسريبات السياسية اللي عم تنعمل بتذكرني أنا شخصياً بالشيء اللي عملوه بفترة رئيس رفيق الحريري. يعني هودي عندهم انحراف لأنه عندهم جهل بالأصول السياسية والقضائية والأمنية وما عندهم مستوى بفهم الأمن كأمن. قيمة هيدا الملف إنه راح لعند القاضي، إذا منوثق بالقاضي أو بيوثقوا بالقاضي، والقاضي مين؟
صقر صقر اللي اشتغل بملف شهود الزور، والقاضي أبو غيدة اللي هو جديد بملف بينه وبين فرع المعلومات. رفضت أنا من البداية أدخل بسجل معهم لحد ما اليوم إنه صاروا كمان إنه بعتنا ملف. طيب بعتوا للملف يعني انتهت القضية، يعني خلينا نشوف القاضي بكرة. وأنا بعرف وبطمنهم إنه مصيرهم بهذا الملف مش معي أنا، معي أنا مصيرهم مثل محمد زهير الصديق، مصيرهم حتى مع ميشيل سماحة إذا أجا ميلاد الكفوري على المحاكمة، وإذا بينت التفاصيل رح ينسجم وشتان الحسن وأشرف ريفي، وهذا ثبت لهم إياه أنا. المسألة أكيد تم استدراج ميشيل سماحة على جلب تفجيرات إلى لبنان، ولكن كيف ومع مين وبأي طريقة وعلى أي مدى زمني وهذا كله مخبينه. ولأول مرة بتاريخ لبنان المعاصر من الاستقلال لليوم القضاء والأمن بيهرب مخبر أو بيهرب شاهد بحطه برات لبنان. السبب بتهريبه هو منع المواجهة بينه وبين ميشيل سماحة. أنا أتمنى برغم أنه بعرف أنه البيضة مثل ما قلت فاسده، والملف اللي عم بيحكوا عنه بخصوصنا بيعرفوا هني أنه فارق سواء بالمكالمات أو غيرها. وأنا على سبيل النكتة قلت سيارة سماحة كتير صغيرة، حتى كنت موجود أو ما موجود فيها ما بتساع حمرين. حضرتك كنت موجود حضرة اللواء؟ ما لها علاقة، هيدي بحكيها للقاضي، ما بدي اتسجل مع ما يعني... بدي أنا ما بدي سلي وسام الحسن وأشرف فيه في اليوم، ولا بدي سلي الرأي العام اللبناني. أنا بدي فوت على هالملف، ولما بفوت لما رح فوت يعني بمعنى بدي فوت كشاهد فيه، في حال القاضي قرر إنه وجد شيء يسألني فيه سؤال، ما أنا بروح لعند القاضي قاعد بالبيت. وبالتالي أنا بطمنك أن نهاية وسيم الحسن وأشرف ريفي التي لم تنجز كما يجب في ملف شهود الزور بقضية اغتيال رفيق الحريري ستكون نهايتهم بهذا الملف من الوجهة القضائية ومن الوجهة الأمنية، لأن فيه من الارتكابات والتخبيص. الواحد الشغلة الوحيدة القوية فيها أنه ميشيل سماحة نقل متفجرات، باقي الأمور كله مؤامرة كله استدراج. وأنا من هلأ بتفق أنا وياك بننزل على الشارع بننقي 10 مواطنين، إذا كانوا شيعة فيني أن نعلي 9 منهم ظرف النهار إذا أنا جهاز أمني أنه يقتلوا الحريري، وإذا سنة 9 منهم بيقتلوا السيد حسن نصر الله، وإذا عونية بيقتلوا جعجع، وإذا جعجعية بيقتلوا عون. استدراج بلبنان بالقانون ممنوع. هني استدرجوا، خلي الملف مفتوح مثل ما بدون، راح على القضاء. مش زعلانين نحن، أنا اليوم مبسوط أنه وسام الحسن باط بيته عند القاضي حتى يوقف هالتجارة بالتسريبات، لأنه إذا لهالدرجة واثق من ملفه وهالدرجة الملف كتير كتير قوي، ليش بده يسرب؟ شو السبب برأيك؟ ليش بده يسرب؟ البعض عم بيقول لي أنا بدهم يصطدموا بحضرتك، بدهم إياك تغادر لبنان أو لا لا ما بيعرف، لأنه هذا الهدف. اسمح لي شوي، أنا بقضية الحريري وست أشهر اتهامات وعم يفاوضوا معي بالبيت لشيء لأعمل سياسة زور وانقل مثل وليد جنبلاط وما قبلت. أنا اليوم قدام فركوحين مثل وسام حسن وأشرف ريفي في فيلم لبنان، أنا ناطرهم لفوتهم على الحبس. يعني هني عم بيقولوا عم بيفتحوا لك باب التسوية يعني أو ما في عندي تسوية. ذكرني، ذكر الرأي العام اللبناني. قضية ميشيل سماحة نعم في خطأ ارتكبه هو نقل متفجرات باستدراج، لكن طمن وسام الحسن وأشرف ريفي سيكونون في السجن قريبا وقريبا جدا. أمين سر رابطة آل المقداد ماهر المقداد يطل على الجديد كاشفا في مقابلة مع الزميلة نانسي السبع أن الرهينة التركي ما زال في عهدة آل المقداد وأن مصيره مرهون بمصير ابنهم حسان المخطوف في سوريا. التركي ما زال في عهدة شبان العشيرة. بورقة القوة هذه تسلح ماهر المقداد أمين سر رابطة العائلة ليطل على الملأ، ففي شارع المقداد يقين بأن الدولة أرادت استعادة المخطوف التركي لاسترجاع هيبتها، والمقداديون على قناعة بأن عمليات الدهم التي نفذها الجيش اللبناني في الأيام الماضية لم تكن للبحث عن مطلوبين بقدر ما كانت للبحث عن المخطوفين. مخابرات الجيش بتعرف من أطلق النار، فالموضوع المداهمات مش موضوع أطلاق النار على الجيش، موضوع أنه عم يفتشوا عن التركي، وهذا بيفسر أنه في بيقولوا أنه اعتقلوا 8 من بيت المقداد، هلأ ما بنعرف نحن كم واحد يمكن أكثر. اللي صار 50 بيت من بيت المقداد الدهمة وأكثر من 50، من ضمنهم بيت حسان المخطوف. يعني تصوري أنه عم يفتشوا على التركي ببيت حسان المخطوف بسوريا، مهزلة يعني، اسمحوا لنا فيها هذه معلش، انه لوين اذلال الناس عيب.
ما في استنابات قضائية بحقنا، لأنه أنا مش مطلوب، لم أخرق القانون ولا أخرق القانون. وإذا في شيء من نسيج الخيال بفيهم يفبركوا أي قصة بدهم إياها، اللي قاعد بالسلطة اللي بده إياه في يعمل. بس أنا بقوله أنك أنت عم تتحدث بلسان الجهة الخاطفة، وأنه الخطف في لبنان يحاسب عليه القانون، يحاسبوا الخاطفين. أنا ما إلا أنا ناطق باسم الجمعية تقال المداد الخيرية، وأنتوا دبت من العيلة أني أحكي باسم العيلة باسم الجمعية، فهذا الحكي خلي يراجعوا يحاسبوا كل بيت المؤدد ويعملوا استنابة قضائية بعشرين ألف واحد بيت المؤدد. كلكم خاطفين يعني هلأ؟ كل بيت المؤدد خاطفين طبعا، لن ننجر بمشكلة مع الجيش. جيش تاج راسنا، حامي سيادتنا، حامي الوطن، السياج الوطن، نعتز فيه ونفتخر فيه. بقول له لمديرية المخابرات أنتوا بتعرفوا مين أوصى الجيش؟ مش يعني بيت المؤداد، مش أنتوا اللي أوصتوا الجيش؟ قد يكون في حدا من بيت المؤداد منهم، بس قد يكون هذا البيت المؤداد مرتبط مع مخابرات الجيش. يعني ما بستبعد. يعني أخي رجل دين بيدرس بالحوزة وبيدرس دين، وأشك أنه خيي هو قائد الجناح العسكري، لأنه لا له نشاط عسكري أبدا. غضب آل المقداد على الدولة بحسب أمين سرها ليس وليد الاستنابات القضائية المستجدة، فأبناء العشيرة يرون أن البعد يولد الجفاء، فكيف بالغياب التام؟ لما صارت الحملة يلي قام فيها الجيش وبكثافة وبقوة كبيرة، الشباب اللي مشتركة بهالعمل هذا اختفت على الأنظار، واختفى معهم السوريين والتركي. هلا بنعرف انه معهم، بس فقدنا الاتصال معهم، لانه هن ما شاعرين بالامان ليقعدوا بمكان ما لحتى يحكونا، ما بنعرف وين. يمكن يكونوا بالبقاع، على الارجح بالبقاع، هيك عم نسمع طرطيش حكي انه بالبقاع. انا بنصحهم نصيحه، انه حفاظا على سلامه التركي وعلى سلامه اولادنا وسلامه التركي وسلامه اهلنا كلهم، انه شوي ماشي الحال، يعني يطبقوا القانون بس بهدوء شوي، مش بهالشكل هيدا العنف والفوت على النساء والأطفال والترويع النساء والأطفال. مش هيدا الجيش اللي بنعرفه نحنا، جيشنا اللي مفتخر فيه ومنعتز فيه، مش اللي بيروع أطفال. صرتوا مستعدين تسلموا الرهين التركي إذا الدولة اليوم بتقولكم بدنا الرهين التركي لنخلص ونقفل ملف المخطوفين اللبنانيين؟ الأولى بالدولة والقيمين على الدولة وميقاتي أولا مع حفظ الألقاب يروح يشوف حسان مؤداد وين ويجيبه، بعدين بنحكي بالتركي. ما في عنا تركي إلا ما يجي حسان. الاستنابات القضائية ستنضم إلى زميلاتها مذكرات التوقيف الغيابية بحق المطلوبين الحاليين والسابقين، لازمة يكررها كل من مر من هنا وبات بأساليب الدولة مجربا وحكيما. رئيس الجمهورية يؤكد أن القوى الأمنية تمهل ولا تهمل، وأن لبنان فيه المناعة الكافية لعدم استيراد الأزمة السورية. دعا رئيس الجمهورية ميشيل سليمان إلى عدم تصوير لبنان بلدا مضطربا، لأن الأمور لم تصل إلى حد الفوضى ونحن أفضل بلد في محيطنا. ولفت إلى أن البابا بنديكتوس السادس عشر مصر على المجيء إلى لبنان، وحضيرة الفاتيكان تستعلم عن الوضع وهي متأكدة أنه سليم. وتوجه سليمان برسالة إلى اللبنانيين دعاهم فيها إلى الإيمان ببلدهم وأن يقتنعوا بأن فيه أفضل نظام يرعى التعددية، وأن الطائف شكل شبكة أمان للبنان، ومن الخطأ الاستهتار بالنظام الذي نعيش في ظله. وفي الموضوع الأمني قال سليمان إن القوى الأمنية والجيش اللبناني بصورة خاصة يمهلون ولا يهملون في موضوع الاضطرابات المتنقلة، رافضا مقولة الأمن بالتراضي. وأشار إلى أن القضاء في قضية الوزير السابق ميشيل سماحة لم يتعرض للتهديد، مكررا تهنئته لقوى الأمن الداخلي. وعن الدعوة إلى تشكيل حكومة استثنائية، لفت رئيس الجمهورية إلى أن الممارسة الديمقراطية تتيح ذلك، لكنه رأى أن مصلحة البلد مؤمنة بوجود هذه الحكومة، وقال إن لديه ورقة عمل للاستراتيجية الوطنية الدفاعية، وعلى أساسها سيتم النقاش، وهذه تحتاج إلى جلسات عديدة ومعمقة وبحث جدي. وتطرق أيضا إلى قانون الانتخاب، موضحا أن هناك نية لمناقشة المشروع الذي أعدته الحكومة في مجلس النواب، وهناك تدوير لبعض البنود، مشيرا إلى أن النسبية تؤمن المشاركة وتناسب التعددية، وأن أسوأ قانون انتخابي أفضل من عدم إجراء الانتخابات. رئيس الحكومة نجيب ميقاتي يطلق سلسلة مواقف من السرايا وعين التينة.
نفيا للشائعات حول خلاف بينه وبين الرئيس نبيه بري، زار الرئيس نجيب ميقاتي عين التيني وأكد من هناك أن العتب على قدر المحبة، مكررا إصراره على أن حكومته لن تستقيل. مع دولة الرئيس دائما العتاب بيكون عتاب محبة. أنا مثل ما قلت دائما مو حدا يراهن على أي خلاف بيني وبين الرئيس بري. يمكن مثل ما بنقول إنه إذا اتخلعنا على بكرة عشية بنتعشى، اليوم ممكن نتغدى كمان. هيئة إدارة النفط اتفقتوا عليها، فينا نشوفها قريبا على جدول أعمال مجلس الوزراء. دولة الرئيس بري مش الاتفاق مع دولة الرئيس بري، دولة الرئيس بري مسهل هالموضوع تماما، بالعكس هو اللي عنده، هو اللي عم يطلب منا إسراع بهذا الموضوع. بقى بعتقد أنه صارت في مرحلة الأخيرة. وكان ميقاتي قد التقى الإعلاميين في السرايا الحكومية وقال في دردشة معهم إن كلامه السابق عن استقالة الحكومة أسيء فهمه، فهو كان يطرح حكومة استثنائية لأن الفراغ هو البديل الأسوأ للبلد، وأضاف إن العصي توضع في دواليب الحكومة منذ تأليفها، وكل يوم يقال إنها ستستقيل، لكن الإشارات كلها كانت خاطئة والحكومة لن تستقيل. ميقاتي تحدى من يقول إن حكومته سيارة النظام السوري وإنها من صنع حزب الله. وفي الموضوع السوري أوضح ميقاتي أن الحكومة مستمرة في سياسة النأي بالنفس عن الوضع الداخلي السوري، لكن عندما يحصل قصف سوري على لبنان لن نقبل بذلك، وحين تهرب متفجرات لن ننأى بأنفسنا، مطالبا السلطات السورية بالقيام بدورها في ضبط حدودها ومنع التهريب إليها، لأن السلطات اللبنانية في المقابل تستخدم إمكانياتها كافة. أما في قضية الوزير ميشيل سميحة، فلفت ميقاتي إلى أن الأدلة تشير إلى أن الحادثة حصلت فعلا، وعمل شعبة المعلومات محط تقدير في انتظار التحقيق الكامل. ميقاتي قال إن التوقيت غير مناسب للحديث عن طرد السفير السوري لأن الحرص ما زال قائما على العلاقات الدبلوماسية بين البلدين. وإذ أبدى احترامه لمذكرة 14 أذار، سألهم: لو كنتم في الحكم هل كنتم نفذتم فحوى المذكرة وطردتم السفير ونشرتم اليونيفيل على الحدود؟ ومن أبرز ما قاله ميقاتي في دردشته مع الصحفيين إن الوساطة التركية جادة، وقريبا سيفرج عن المخطوفين اللبنانيين لكن على مراحل. بالانتقال إلى الملف الأمني، شدد ميقاتي على أن يد الدولة هي الطولة، هي تمهل ولا تهمل، والجيش مستمر في مهمته حتى بسط الأمن والإفراج عن المخطوفين لدى آل المقداد. وأضاف ميقاتي: إن لا أحد أقوى من الدولة ولا أحد يقف بوجهها حين تأخذ قرارها، أما الجيش فلديه الغطاء الكامل للحسم. وكان ميقاتي قد أطلق في السرايا الحكومية مشروع فرصة العمل الأولى للشباب في حضور وزير العمل سليم زريصاتي وعدد من الشخصيات، ومن زوار القصر الحكومي حاكم مصرف لبنان رياض سليمي، سفيرة الاتحاد الأوروبي أنجلينا إيكهورست، ووفد من مجلس إدارة مركز سرطان الأطفال سينت جود. اقتراح روسي بتنظيم مؤتمر يضم جميع الأطياف والطوائف السورية لإنهاء النزاع على غرار مؤتمر الطائف الذي أنهى الحرب الأهلية اللبنانية. أعلن نائب وزير الخارجية الروسي لصحيفة لوفيكارو الفرنسية أن روسيا تقترح على شركائها الغربيين تنظيم مؤتمر يضم كل أطراف النزاع في سوريا، أي ممثلين للمعارضة والنظام ومختلف الطوائف. وقال ميخائيل بوغدانوف في مقابلة تنشر في عدد الصحيفة ليوم الثلاثاء: نقترح على شركائنا الغربيين تنظيم مؤتمر بين جميع أطراف النزاع على غرار المؤتمر الذي أنهى الحرب الأهلية اللبنانية عام 1990، أي مؤتمر الطائف في السعودية. ينبغي أن يضم هذا المؤتمر ممثلين للمعارضة والنظام، وأيضا ممثلين للمجموعات المسيحية والعلوية والدرزية. وأضاف: بالنظر إلى انقسام المعارضة والأسلحة التي تصل إلى المتمردين، فإن خطر صوملة سوريا موجود في حال سقط النظام في شكل عنيف غدا. وقالت لوفيغارو أن المسؤول الروسي موجود في باريس حيث التقى معارضين سوريين ودبلوماسيين فرنسيين، ولم تؤكد الخارجية الفرنسية حتى الآن هذه الاجتماعات. إلى ذلك، أعلنت وزارة الخارجية المصرية أن اجتماعا رباعيا على مستوى كبار المسؤولين في مصر وإيران وتركيا والسعودية سيعقد الاثنين المقبل لبحث الأزمة السورية في القاهرة، وبحث السبل الكفيلة بوقف حمامات الدم وتحقيق تطلعات الشعب السوري، والسعي للتنسيق ودعم كافة الجهود الرامية لإيجاد حل سياسي للأزمة. وفي القاهرة أجرى الممثل الخاص الأخضر الإبراهيمي لقاءات حول سوريا، وعقد مؤتمرا صحفيا مشتركا مع الأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي. أنني أدرك تماما وأشعر مهمة صعبة جدا، ولكن رأيت أن
أنه ليس من حقي أن أرفض أن أحاول قدر المستطاع أن أقدم ما أمكن من مساعدة للشعب السوري. وقلت أيضا في نيويورك وأقرر هنا أن أثناء قيامي بهذه المهمة فأنا أعتقد أنني في خدمة الشعب السوري وحده، وأن لا سيد لي إلا الشعب السوري. سأذهب إلى دمشق بعد أربعة أيام وسألتقي بالمسؤولين وأيضا بناس من المجتمع المدني وكل الأمم. إلى ذلك دعا الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون في افتتاح الدورة 21 لمجلس حقوق الإنسان في جنيف إلى محاكمة المتورطين بارتكاب جرائم حرب في سوريا. من جديد أهلا بكم. ما حقيقة ما حدث في زحلي بين نائب إلي ماروني والوزير السابق لياس سكاف؟ بين فتاة الكرمة ومهرجان الزهور ضاع أسود زحلة، فلم تكن عروسة البقاع قد انتهت من التهام آخر حبات عناقيدها حتى ارتفع منسوب التوتر في صفوف نوابها الذين غادروا مهرجان الزهور احتجاجاً على عدم الترحيب بهم بالطريقة التي رحب بها بغيرهم، في إشارة إلى كلمة رئيس البلدية الذي ذكر الوزير السابق لياس سكيف قبل أن يذكر نواب زحلة وعلى رأسهم النائب إلي ماروني الذي بدأ الأكثر امتعاضاً بين زملائه. فأمام جمهور كبير في مناسبة عظيمة كنا موجودين كل كتلة النواب لنشارك بهالعمل اللي بتقوم فيه البلدية مع المجتمع المدني بكل أطياف، فنحن اعتبرنا أنه في تقصير فادح. وبعد الحادث جرى تداول معلومات عن أن تضارباً بالأيدي حصل بين مرافقي ماروني وسكاف، لكن سرعان ما أصدر المكتب الإعلامي للكتلة الشعبية بياناً نفى فيه الخبر جملة وتفصيلاً واعتبره عاراً عن الصحة تماماً. وأكد البيان أن رئيس الكتلة الشعبية لم يلتقي النائب ماروني في مهرجان الزهور، الأمر الذي أكده أيضاً النائب أبو خاطر. يحصل أي تشابه كل هاي مبالغات لتزيد الزيت على النار. وبعد الإشكال اللا إشكال تابعت عربات الزهور مسيرها في شوارع زحلة وسط الحشود الغفيرة. تجاوزات كثيرة تطال أصحاب الإعاقات الجسدية، والقانون ينص على كثير من الحقوق لكنها لا تطبق إلا بمراجعات على مستوى وزاري. تحقيق للزميلة دلال بزي. هم أربعة والمعيل واحد، حصلوا على التصريح ومن بعدها جاء القرار بالهدم. بتاريخ 5/7/2012 أرسل وزير الشؤون الاجتماعية كتاباً تمنى فيه على محافظ لبنان الشمالي تسهيل وتأمين رخصة لوضع كشك لبيع المرطبات والسكاكر قرب نقطة السرايا في المنيا لصالح زكريا جابر الذي يعاني من إعاقة جسدية. وبتاريخ 13/8/2012 استحصل زكريا على الموافقة، لكن من بعدها صدر قرار قضى بتكليف القوى الأمنية بمنعه من وضع الكشك المذكور. بعد اتصالات عديدة بقناة الجديد قمنا بزيارة العائلة في دير عمار. معيل الأخوة الأربعة الذين يعانون من الإعاقة الجسدية روى القصة ووجه نداء إلى وزير الشؤون الاجتماعية وائل أبو فعور. قال الحقوني يا معلمي لازم يحطوا غرفه وين ما كانت تكون، ما حدا يعرضن. ليش ما حدا يعرضن؟ لانه معوك. بدكم تعرضون تفضلوا امنوا لهم معاش شهري يا حضره وائل ابو فعور وزير الشؤون، يا حضره وزير الداخليه، يا فخامه رئيس الجمهوريه، يا دوله الرئيس نجيب مقاطي تفضل امن لهم معاش للشباب يضلوا خلينا نعيشوا بشرفهم بكرامتهم. حاجه الزلون تبهدلون به، لانه نحن منا من ناس اهل بهدله، ونحن بنتشكر كثير وائل ابو فعور الوزير، ومنتشكر محافظة طرابلس اللي مضى لنا الورقة ورجعان ماضي على ورقة تانية تنشيل الغرفة. على أساس يا سيدة المحافظة مضيت الورقة أنه الغرفة تنشيل؟ الوزير وائل أبو فعور وغداة معرفته بالأمر سعى إلى الحل فقام بالاتصال بالمحافظ. أولا أنا بتشكر تلفزيون الجديد، وهذه ليست المرة الأولى التي يبادر فيها إلى إثارة قضية اجتماعية، والأهم من ذلك متابعتها إلى حين إجت حل. ولكن بناء على المتابعة الجدية من قبل كنت تلفزيون جديد واللي اتصلتوا وابلغتوني اياه،
اتصلت بسعادة محافظ الشمال الأستاذ نصيف قالوش اللي شرح الأمر بأنه لم يتم تغيير القرار، ولكن حصل يعني عملية فوضى لإنشاء أكشاك مشابهة، مما اضطر رئيس البلدية وسعادة المحافظ إلى وقف القرار. بناء على المراجعة اللي قمت فيها اليوم مثل ما سمعتي، اتصلنا بالمحافظ لأعاد العمل بالقرار، وبالتالي سمح لهم ببناء كشك. هذه عينة عما يواجهه أصحاب الإعاقات في لبنان من عدم تطبيق للقوانين. هي ليست المرة الأولى التي يتعرض فيها ذوو الاحتياجات الخاصة إلى عدم مراعاة لأوضاعهم على حد قول الوزير نفسه، والذي وعد بالتدخل شخصياً لحل أي مشكلة يواجهها المعوقون. دلال بزي، قناة الجديد. كائن بحري يقدم إصبعه وهو يسبح في مياه المنارة، فهل أصبحت السباحة في مياه لبنان خطرة؟ تحقيق للزميلة نوال بري. هي سلحفاة بحرية أم سمكة خائفة أم حيوان بحري ثائر؟ تعددت التحليلات والفعل واحد، فأصبع هذا المواطن اللبناني قدمها أحد هذه الكائنات البحرية، ولو لم يضع يده على خاصرته لربما كان قد خسر قطعة منها. تفاصيل يرويها أحد المواطنين الذي رفض إظهار وجهه لأسباب خاصة، لكنه أحب أن يعرض ما حدث معه لأخذ الحذر. أنا وعم بسبح حسيت مثل شيء عم يقرصني بخاصرتي. شيء شو يعني؟ شبهتها هيك ما بعرف، مثل شيء مثل كأنه يعني شيء عم يقرص، ما بعرف كيف، مثل يعني مثل كأنه منقاد أو شيء، ما بعرف. كان في له حجم، حسيت في حجم. حسيت في حجم، إيه، لأنه المساحة اللي كان عم يخدم الخاصرتي يعني أنا لدرجة فكرت إنه في حدا عم يمزح معي، يعني عم بيحاول يكمشني هيك يخوفني. كان في تقل يعني. صحيح. فبعد شوي لقيت إنه الموضوع إنه ما حدا طلع من وراي، فأدركت إنه في شيء غلط. عم نزل إيدي هيك بالماي لحتى لا شعوريا لا اراديا انه بيسع هالشيء عني، اكلت عضه باصبعي. بوقتها عرفت انه في شيء غريب بالماي ولازم اطلع بسرعه. اسرعت عم بطلع من الماي وانا عم بقول للعالم انه في شيء بالماي، وبس ما حدا عم بيصدق. بعيد تقريبا شيء 3 امتار عن الصخر. طلعت انا بطلعت من الماي، عم برفع ايدي من الماي، طاير شقفة من اصبعي. عم العالم انتبهت انه في شيء سيريس يعني اكثر، فصارت العالم كلها تطلع من الماي. الخبير البحري بسام بقيلي يرى ان ما جرى هو حادث عرضي، وان ذلك لا يثبت وجود حيوانات بحريه متوحشه في المياه. قصه لزقته بخصره ومعلم احمر، شو بده يكون اوكتوبوس يعني؟ مستحيل، كلامار مستحيل، ما بيعملها. ما هو بس يشوفك بيولي الهريبه. كمان الحنكليس ممكن يجرد لك اصبعك من اللحم بس ما بيقدر يقطش العظمه. ما حدا بيقدر يعملها غير اثنين اذا بدنا نتهمهم بهالجريمة. اوكي، اتهام انتبه، بس ما في اثبات. التورتل في احتمال، لانه وقت اللي كانت حد خصره معقول فكرته شيء قربت ليه، وقت المد ايده حست بانه بده يكمشها خافت، دافعت عن حالها، عضت طرف اصبعه وقرط طويله. ايه بتقدر تقصه، مش هيدا، بتقدر تقرط ايده كلها. المنفخ يا أختي ما بيطلع على وش الماء إلا ما أنت عطول قاعد على الأرض، وهلأ المنفخ كنا نشوف كل واحد باثنين ثلاثة كيلو، هلأ ما عم نشوف إلا البيبي، يا حرام هالقد. ما عنا يعني كتير من اللبنان حرقودينهم قتلوهم كلهم. يعني ما بتتوقع نوع جديد يكون هو اللي عمل هيك؟ طيب ما في شيء جديد، ما شفته، بحكي عن شيء ما شفته. بس بتتوقع يكون في شيء نوع جديد؟ لا، ما لهالدرجة. خيارات عدة يطرحها بقايلي، لكن لا دليل واضحا يحدد صنف الحيوان البحري الذي هاجم المواطن. إذن الخبير البحري يؤكد أن لا كائنات بحرية خطرة في مياه لبنان، أما الإصبع المبتور ولو كان بحادثة عرضية فيؤكد عكس ذلك. من أحد شواطئ بيروت، نوال بري، قناة الجديد. أهلا بكم. للأسبوع الثاني على توالي الاحتجاجات تجتاح الضفة الغربية، والمتظاهرون يطالبون باستقالة رئيس الحكومة. احتجاجا على الأوضاع الاقتصادية المتردية، تظاهر عشرات الفلسطينيين في الضفة الغربية تنديدا بفشل حكومتهم في احتواء ارتفاع الأسعار ودفع الرواتب، وقد أغلق المحتجون أبواب محلهم التجارية وسدوا الطرق بالإطارات المشتعلة في مختلف أنحاء الضفة، وللغاية
توقفت حركة النقل العام مع بدء الأسبوع الثاني من الاحتجاجات ضد البطالة وارتفاع أسعار الوقود، وعليه اضطر آلاف الفلسطينيين إلى الذهاب إلى أعمالهم ومدارسهم سيرا على الأقدام. طبعا هذا المحل يعني في الوقت الحالي زي هيك يكون يعني المحل جوا فوق تحت ملان، بس طالها فيش حدا، مش مين مواصلات، ما هي عصب الحياة زي ما بيحكوها، المواصلات لأن هسه تعطلت حركة السير ومفيش طلع البلد فاضي، ما كانتش عمرها شكل بعد كانت هيك. وفي مدينة الخليل جنوبي الضفة أغلقت الشوارع الرئيسة بالكتل الإسمنتية الضخمة، فيما اصطفت الشاحنات في مدينة بيت لحم لإغلاق الشوارع المؤدية إلى وسط المدينة. وعلت في الاحتجاجات الأصوات المطالبة باستقالة رئيس الوزراء سلام فياض الذي سبق وعقد اجتماعا مع قادة النقابات والقطاع الخاص وممثلي المجتمع المدني في محاولة لإيجاد خطة لتخفيض الأسعار وتنظيم دفع الرواتب التي لا تتماشى وارتفاع الأسعار في ظل العجز الحاد في الميزانية نتيجة عدم وفاء الولايات المتحدة والدول العربية بتعهداتها المالية. في تعليقه على الحكم عليه بالإعدام وصف نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي القرار بالساقط، لافتا في مؤتمر صحفي عقده في أنقرة إلى أنه لا يعترف به ولا أثر له. القرار باطل ومسيس ولا شرعية له ولن أعترف، والمحكمة التي أصدرت ليست في مهمة لا قيمة لهذا القرار ولا أثر له عندي، وكنت أتوقعه حقا منذ البداية، لكني أضعه وساما على صدري مفتخرا لأن المالك وليس غيره من كان وراءه. يشرفني أن يكون المالك وليس غيره من استهدفني. المشتقات المالية تحرج أمريكا فتخرجها لترفع صوتها باشتراك مع روسيا والصين في وجه المرابين اليهود. اخرجوا من بيت أبي، قالها السيد المسيح حاملا صوته صابا جام غضبه على المرابين اليهود الذين دنسوا المعبد في زمنه، وكانت المرة الوحيدة التي استعمل فيها السيد المسيح العنف بسبب اليهود وتعاطيهم الربا. وكما حاربت المسيحية الربا كذلك الإسلام، إذ تقول الآية القرآنية الكريمة: وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل وأعتدنا للكافرين منهم عذابا أليما. إذن هو الربا المرفوض تاريخيا منذ أيام السيد المسيح إلى يومنا هذا، أول من استعمله اليهود وما زالوا حتى بدت كبرى الدول تحاول القضاء عليه. تجارة اليهود ارتدت اليوم حلة جديدة، وبدلا من المعبد أصبحوا يمارسون رباهم في أسواق المال العالمية، فاستحوذوا على ما يسمى بالإنجليزية derivatives وتعني بالعربية المشتقات، وهي عبارة عن صفقات غير مشروعة من خلال أسهم تباع ويجري تداولها خارج نطاق المصارف وبحوافز وأرباح مرتفعة. هذه المشتقات تعاملت بها كبرى المؤسسات العالمية ومن ضمنها مصرف ليمان براذرز، ما أدى إلى الأزمة المالية العالمية. واليوم تحقق المشتقات هذه سنويا دخلا يصل إلى 650 تريليون دولار، أي 650 ألف مليار دولار، في حين يصل الدخل القومي الفرنسي إلى تريليوني دولار، أي إلى 2000 مليار دولار، ويبلغ الدخل القومي الأمريكي 15 تريليون دولار، أي 15 ألف مليار دولار. وبمعادلة حسابية بسيطة، فإن دخل هذه المشتقات عالميا يصل إلى 40 ضعف الدخل القومي الأمريكي، ما شكل أزمة لم تستطع أمريكا التصدي لها، لكون المتعاملين في هذه المشتقات هم من مرابي عهد المسيح أي اليهود. ودخل على خط محاربة المشتقات كل من الصين وروسيا التي تكاد تصل إلى حد الإفلاس من جراء مخاطر هذه المشتقات. وبعدما وصل سكين الإفلاس إلى رقبة البيت الأبيض، ضمت أمريكا صوتها إلى روسيا والصين. هذه الدول طلبت مجتمعة من بنك فور انترناشنال سيتلمنتس البدء بتحقيقات جادة حول هذه المشتقات وكيفية الحد من مخاطرها. في وقفتنا الفنية إطلالة وتكريم للفنان القدير صباح فخري بعد غياب طويل.
بعد غياب عن الساحة الفنية، لبى الفنان السوري القدير صباح فخري دعوة مطعم الفردوس في إهدن، حيث جرى تكريمه بدرع تقديرية وعباءة كتب عليها عبارة إهدن. وبعد كلمة ترحيبية لتراز فرنجية، كان الكلام المنمق للضيف الإعلامي جورج إرداحي. أستاذ جورج حبيبي وأخي، بده ما يخليني أحكي، هو بدي أحكي وأنا بغني. يا ريت فيني غني. صباح فخري اسمه أكبر من جميع الألقاب. أيها الحبيب، لا داعي لأقول لك إننا افتقدناك كثيرا، افتقدناك بحسرة، وافتقدناك بشوق، وافتقدناك بأمل. أنت يا صديقي مدرسة للفن، لا أنت أكبر من مدرسة وأكبر من رمز. وسوريا ولبنان وبلاد الشام بأسرها كلنا نفخر بك، ونعتبر أنفسنا محظوظين لكوننا ولدنا وعشنا في زمن صباحك. وإذا أراد تأريخ الطلب فللطرب الأصيل عندي تاريخان، تاريخ ما قبل صباح فخري وتاريخ ما بعد صباح فخري. عدم رغبته في الكلام، ألقى صباح فخري كلمة مقتضبة أشاد فيها بالذوق اللبناني، وأكد على العلاقة التاريخية بين الشعبين السوري واللبناني. نحن ما في شك طول عمرنا عشنا في هذا الوطن اللي هو لبنان، واللي هو أخ سوري. إن شاء الله بتضل هالبلد عامر بأهله، بتضل هالبلد عامر بالأحبة، وسوريا أيضا لأنه ما في يوم شعرنا أنه في فرق بين سوريا وبين لبنان أبدا، إلا البلدين بلد واحد. يوم الشفاء أهلي لك، يوم الشفاء أهلي لك، يوم الشفاء أهلي لك، علي العين طالع حلو يا شاوي. وإلى لقطة اليوم. Oh,
أما الآن فنطلع معا على أبرز معنوناتها الصحف المحلية ونستهلها مع النهار. جميل السيد الملف الثاني المدوي بعد سماحة. ميقات يلاقي سليمان في الموقف من سوريا. قاضي التحقيق العسكري يتسلم اليوم تقرير المعلومات. الكتائب والقوات عون تنصل من الاتفاق على الدوائر الصغرى. بدورها السفير عجائب السلسلة 6 ملايين زيادة شهرية للرؤساء وأربعة للوزراء والنواب. زيارة البابا تنعكس تبريدا سياسيا. المعلومات والسيد والانتقام ثالثهما. اللجنة الرباعية تخترق الجمود الإقليمي حول سوريا. بوغدانوف للسفير إما طائف سوري أو صوملة. أبرز ما جاء في الأخبار. القضاء يقرر اليوم عدم قانونية تسليم داتا الاتصالات كاملة إلى الأجهزة الأمنية. قضية السيد ابتزاز بلا مضمون. موازنة 2013 عنزي ولو طارت. وفي الأنوار تصريحات متطابقة لرئيسي الجمهورية والحكومة حول الأمن وقضية سماحة. مناف طلاس الاستخبارات الفرنسية سهلت مغادرة سوريا. مواجهات عنيفة في حلب وغارات للطيران. أما الديار المفجر والمستدرج مجرمان. من كان يضمن أن لا تنفجر القنابل على الطريق بين المصنع والأشرفية؟ بالانتقال إلى المستقبل اعترف أن الوزير السابق ارتكب خطأ بنقل المتفجرات من سوريا. السيد مرافق سماحة في رحلة الفتنة. وفي البناء قانون الانتخاب إلى اللجان المشتركة وورشة مشاريع أمام مجلسي النواب والوزراء. سليمان للرابع عشر من أذار لا يحق لأحد الاشتراط على الرئيس. دمشق مهمة الإبراهيمي ليست مستحيلة وهو ملزم بالضغط على داعمي الإرهاب. بدورها اللواء جميل السيد مجددا بمواجهة القضاء في قضية سماحة. ميقاتي يعوم حكومته ويتعهد بالتشكيلات الدبلوماسية. والتيار العوني يقترح لبنان دائرة واحدة. حلب تلتهب بالغارات والإعدامات والإبراهيمي يتهيب المهمة الصعبة. بوغدانوف الأسد سيتنحى إذا اختار السوريون رئيسا غيره. السعودية تدعو المجتمع الدولي لتجاوز انقساماته بشأن سوريا وتدين أعمال القتل ضد المدنيين. أبرز ما عنونته البلد. ملف للمعلومات عن وجود السيد في سيارة المتفجرات. جريدة الجمهورية عنونت المواقف الرئاسية تقاطعت على التمسك بالحكومة والرابع عشر من أذار تعتبر استمرارها خطيئة. المعلومات تقدم أدلة والسيد يرد. بالانتقال إلى الحياة صنعاء تعلن مقتل صانع قنابل القاعدة سعيد الشهري. الإبراهيمي حذر من أن سوريا في خطر والقاهرة تستضيف الاثنين مجموعة الاتصال الرباعية. معلومات عن اجتماع طلاس وحجاب وضباط منشقين في الأردن. أخيرا مع الشرق الأوسط. مصادر أمنية للشرق الأوسط وصول سرب طائرات من دون طيار جديد إلى قاعدة بالجنوب. أنباء عن مقتل الرجل الثاني في القاعدة باليمن. قال في حديث للشرق الأوسط إنه فوجئ بتوقيت قرار إعدامه وليس بمضمونه. الهاشمي المالكي يريد تحويل العراق إلى فوضى. خلافات داخل التيار السلفي واتهامات لقياداته. وزير العدل المصري للشرق الأوسط رد الأموال مقابل العفو عن أعوان مبارك وارد. الرباعية بشأن سوريا تجتمع في القاهرة والإبراهيمي لا أتوقع معجزات وسأكون في خدمة الشعب السوري وحده. مجازر في دمشق وحلب وروسيا. الأسد سيتنحى إذا أراد السوريون. يبقى أن نذكر بأبرز عناوين هذه النشرة. جميل السيد مرافق ميشيل سماحة. سيارة سماحة كثير صغيرة حتى كنت موجود أو ما موجود فيها ما بتساع حمرين. التركي لا يزال ضيف آل المقداد. ما في عنا تركي إلا ما يجي حسان. وتابعتم الخارجية الروسية تقترح طائفا لحل الأزمة السورية. نلتقي في موجز العاشرة والنصف. كونوا على الموعد. إلى اللقاء.